يفكر في يوم من الأيام إن الأطباء هيسقطوا على حقوقهم في كل مكان، حتى لو متنا جميعا فنحن فداء لجنينة وفداء للصليب وفداء للأطباء وهم أحرار في كل مصر. لا تنسوا أنتم منذ أن دخلتم مصر سنة 1640 احترمناكم وقدرناكم وحبيناكم، وهذا هو الدين الحقيقي الذي يحب الكل. وبعد أن تتاكم جاءت في القرن الأخير تقول أن مصر دولة إسلامية ولا حتى خاجلة في النطق، مصر دولة طبية، مصر دولة مسيحية، تفاصل إلى آخر نفس إنها دولة مصرية أرثوذكسية وأنها موجودة تتكلم في تاريخ الدولة. أكثر من هذا المكان.